أهلا من جديد، وضيفنا لليوم شاعر البدايات الأولى في الولاية الشمالية، الميلاد والنشأة وكل المراحل الدراسية، وتكونت عنده الفكرة والإحساس بالشعر، وقدر يعني يقدم كثير من الأبيات المتميزة بالعامية، ونقل كل طيبة وجمال وتسامح كمان أهلنا في الشمالية عبر قصائده المختلفة. نحن نتعرف عليه داخل الاستوديو. مرحب بك أنس علي أحمد. مرحبا بك استاذه رشا، ومرحبا بك استاذ علي. سعيد جدا اطل عبر قناه الشروق في برنامج صباح الشروق، وبقول يا صباحات الشروق، يا صباحات الشروق، يا الصباحات التنادي الروعه تعلن للمروق، يا الصباحات اللي بتشرق فينا والاحساس بروق، يا الصباحات اللي بترسي النورة في ممشى العروق، طلت الحب والجمال فيها الفة وريد وشوق. صباح الخير عليكم. يا سلام، صباح الخير عليك، وشكرا على الأبيات الجميلة جدا. كل التقدير لك يا أنس. خلينا نبدأ بالبدايات وبداية المشوار واكتشافك لمكامن الإبداع في داخلك وانت في بيتك الأساسية اللي نشأت فيها. طيب، بيئة الشمالية هي عموما بيئة تمتاز بالحنية، وده الظاهر في غنانا وفي شعرائنا وفي مبدعينا. فالبدايات كانت في الولاية الشمالية، لأن الولاية الشمالية أو ولايتي عموما بتشبع الإنسان بحاجات غيمة كثيرة جدا يعني. والحمد لله البداية كان 2008، لكن البداية الحقيقية كان في 2012، جامعة وادي النيل كلية العلوم والتغانى، وده جاي من أثر المنتديات والسمع أكثر لشعراء شباب. طب قبل ما تبدا البدايه الاولى 2008 والبدايه الفعليه 2012، نرجع بك اول يعني، وانت بتكتب في كتاباتك، بتستدعى شو من ذاكره الطفوله عندك في الولايه الشماليه؟ شنو اللي بلفتك وبلهمك عشان يخليك انت تكتب وتنظم ابيات وكلمات متميزه؟ والله طفوله جميله، طفوله جميله ساكنه جواي، هي بعد ذاك بتميز حرف أنس علي مثلا، أو تميز كتابات أو قصائد أنس علي. فالطفولة لها أثرها، لها أثرها يعني. وكل الشعراء اللي قبلي يمكن يعني طرقوا الباب ده، باب الذكريات والطفولة واللعب وال نعم. عموما يعني. طيب، يعني دائما فترة المرحلة الثانوية برضو أيضا تتفجر فيها مكامن الإبداع داخل الشخص، وبيكتب في مواضيع مختلفة. وحتى خلينا نقول يعني مثلا مرحلة المراهقة فيها الكثير من التفاصيل ممكن تكون محفزة للإبداع، والواحد بيكتب في مواضيع مختلفة يعني، ويمكن العاطفي بشكل كبير شديد. هل مرت بهذه المرحلة ولا نقدر مثلا نمر ونخش الجامعة طوال؟ والله خشيت الجامعة طوال. انا في الثانوي ما كنت محترف انه انا سلبي اكتب شعر يعني. كنت بتكتب لكن ما عندك في نفس الوقت. والله ما كان عندي الجراءة والشجاعة اني اظهر. فعلا يعني في محاولات كتابة لكن في محاولات والله، لكن ما بتذكر والله. نعم. طيب حنواصل معك، نحن لسه محاولة ودردشة، بس نسمع واحدة من قصائدك. طيب، صباح النفوس المطمئنة، وأنا بفتكر إنه الإنسان لو قام من الصباح كده ونفسه مطمئنة ومنشرحة بيعيش صباحات أجمل يعني. أيوة صحيح. فبقول أي زول في الدنيا جاري، والمشاوير ما انتهت، والخلوق دائما تجابت شان تحقق ما اجتهد، والقلوب للدنيا مالت وأبحرت فيها وسهت، والزمان اللون زاهي يا حليل ومتين بهت، نبكي من حاضرنا نشتاق للمضى، الولف كان سحنا فينا والقلب مليان رضا، والغناعة على المعيشة ونرضى بحكم الغضا، فعلا الأيام تداول غاية ربي عوضا، يا حلى زمن الطفولة وذكريات استوطنتني، يا حلى لما نحاك القمري في التحميدة في الجوجاي في سمحة التغني، ضمت الكفين رقادنا على الجداول الموية عكراء نزيد نتني، ضمت الكفين نصفق لعريس طربان يبشر والحبايب جات تهني، ضمت الكفين دعى الأمات وبهن الأفراح بتدني، التمر النخيل من غير لقوحة تلقى شايل وينجبر خاطر التمني، نرجف الدفاق نلقط ولما يبقى رطب جنيا ننبسط، ولما يبدأ الناس في حشو ما بنشفق من غلا، السواقي بتبقى عامرة والوريث يرجع بعد سافر سلا، والحلب قامت غبارم والمواعين ما بترجع يوم خلا، والعرب يتلموا جملة
وجونا من جهة الخلا كنا قرم الطير نحبه زي كأنه الطير مطعم بالحلا حس لا طير لا حلب لا عمار سواقي ولا عرب ولا طعم شاي الحطب نسأل الله فضله يرجع وبرضه ينزاح البلا الله في تنزيله نادى النفوس المطمئنة النفوس الراضية تدخل في عباده جنته النفوس التلقى راحته في القبر في صنته النفوس الما بتحسد زول إذا ما الدنيا جادت ودته النفوس الما بتحرش زول يدعاله ويسقر حبته النفوس الما بتنافق شان يباه إنسان تعظم هيبته والنفوس الما النفوس الما بتصادق النفوس الما بتصادق زولا النفوس الما بتصادق تهوى كل انسان حبته دي النفوس المطمئنه يا سلام يا سلام يا سلام كلمات رائعه وجميله لخصت يعني معاني انفعلت مع رشا يعني هو ساقنا فوق بعد شيء قال وين ثاني نرجع يعني نقلتني كده في عالم وطلعتنا منه ده اثر البيئه يعني زي ما قلت لك قبل يعني بقول يا حلال لازم من الطفوله وذكريات استوطنتني زمان كان النخيل وحش التمور زي ما بيقول او حصاد النخيل ودي كلها عباره عن طفوله وذكريات كبرنا وكبرت مشاغلنا فبقينا ما عندنا اهتمام بالتمور ولا ما زي اول ايوه ده يرجع للنفوس المطمئنه النفوس اللي ما بتحسد النفوس اللي ما بتنافق و انت يعني حتى من ناحيه حمل الشاعر لموروثه ولتفاصيل من بيئته الاساسيه ده مشيت ميز به الشاعر حتى في اسلوب عرضه للبيئه مهتم به جدا انا والله مهتم به جدا طيب في قيمه اخرى للشاعر يعني انا دارس لك هل هي لا زالت موجوده في زمننا ده يعني الشاعر في في في, في العصور القديمه حتى لو شفنا مثلا عند قدماء العرب كان هو ما مجرد مبدع وانما هو شخص عنده قيمته في المجتمع عنده رايه وخذ به الكلمات اللي بيكتبها دي احيانا تحدد اتجاهات القبيله اللي هو موجود فيها صح فهل لا زال للشاعر ذات الهيبه وذات القيمه والله في الهيبه كانت تظهر من زمان يعني نعم. من العصر الجاهلي كان اذا اكتشف الشاعر كانت القبيله تاتي الى القبيله التي ولد فيها شاعر وتبارك لها يعني كانت حاجه قيمه الشاعر لسان حال قومه الشاعر هو سيف الكلمة زي ما في سيف الغلم زي ما في سيف الحقيقي مثلا فهو بيحارب وبيدافع عن بلده ويكتب عن بلده السميح بيعكس حاجات سلبيات المهم فالشاعر له لازم تكون له قيمته والقيمة تجي بشنو تجي بحرفه تجيب حرفه وبكلمته ايوه فعلا دي الحاجه كنت هقول لك انه فعلا قيمه الشعر هو نفسه بتيجي من تناوله هو للقضايا تناوله للموضوعات تكون قضايا حقيقيه وصادقه ايوه فكره تسليط الضوء على قضايا ممكن تكون سلبيه او ايجابيه عندك انت كانس الشاعر بتمشي لها ولا بتخلي نفسك والهامك زي ما يجي يعني والله اجمل حاجه انه تخلي الالهام والنفس زي ما تجي ايوه لانه انت لو مشيت بحثته حيبقى في تصنع وتكلف للماده اللي انت بتقدمها لكن ممكن في القضايا تستفزك مش كده؟ ايوه ممكن برضه ده سريع الالهام بيجي ايوه نعم فالقصائد التي تكتب بسبب احاسيس بتستفز الشخص بتكون اجمل نعم القصائد هل كتبت في القضيه؟ والله قضيه الوطن طبعا نعم. احنا يعني تحية للوطن كله يعني نحن بنعاني من مشكلة العنصرية والجهوية والقبلية نعم. فنفتكر لو أي شاعر طلع قصيدة ينبت فيها القبلية والجهوية بيكون يعني شاعر حقيقي وله سلط الضوء يعني أكثر على والله أيوة فعلا قضية الوطن قضية بياض النية ذاته قضية النفوس المطمئنة قضية إنه يا أخي إن عشت كثير بتشوف أكثر في الناس تنكر معروفك وتتمنى تشوفك في المنكر وفي الناس تضحك قدامك المهم الوجوه الناس أيوة النماذج السلبية اللي بيلاقوا الإنسان أحيانا في المجتمع أنا يمكن زمننا معاك مرة سريعا أخيرا رسالة في كلمات إذا حبيت تهديها لكل المشاهدين نختي بها معاك طيب أبوي ما قصرت يدك وريت إن شاء الله ما تقصر تتاتي تربي وتعلم وتفوح في حياتنا وتعطر أبوي في حضرة مغامك يكون الشعر المقصر ربيتنا من خير حلالك رباية الزول المفكر غنوع بالمقسوم راضي وبسيط ما داير مشكر يا سلام أبويا بلال في زمانه أزانه يعم كل فريقه سلالة الطيبين أبويا وغورا ماسك طريقه أبويا كريم قلبه راقد عفيفا ما بشك ضيقه يشرفني ويملاني عزة
ما دام انا شايل طباعه ومسته في حنه ورحيقه نسبة لضيق الزمن. انا بشكركم جدا والله. احنا كمان بنشكرك جدا انس علي احمد لوجودك معانا. والحاب يلقى قصايدك وين؟ فيديو انشهر في مكان والله ممكن نلقى في القصايد والله. هذه مرحلة قادمة والله، مرحلة قادمة. انا اداب بادي اداب، جيت الخرطوم عشانها يعني. ان شاء الله تلقى العالم ان شاء الله مفتوح قدامك، ونشوف دواوين الشعر ان شاء الله في كل مكان. شكرا لك كثير انس علي احمد، وحنتواصل.